ها يا منادي الغوم نادي الجيلاني، ده المناد بيقولوا كده، انت قايله دي ها دي شنو دي؟ دي حبيبي فلس، ده ما شرك، ده شرك، ناد بنادي غير الله في البلد دي. وديل الناس ها انصار السنه قالوا الناس ديل نحن هو حاجه واحده، قالوا بيناتنا مشاكل بسيطه نقعد نحلها مع الجماعه ديل. جماعه ديل النشر الكتب ديل انصار السنه قالوا بيناتنا مشاكل بسيطة، ونحن كلنا سنيين، صار السنة سنيين، الأخوان المسلمين سنيين، الصوفية كلهم سنيين، في صوفي بيقرأ أبو بكر والعمر والعثمان أبدا، صح بيناتنا خلافات بسيطة، نقعد في وطن حلة، لكن نحن واحد بسيطة يا أنصار السنة؟ قال بسيطة نقعد نحلها في الوطن دي، طيب بسيطة كيف؟ ديني أنصار السنة واحد معالي اللبدي اديك بسيطه من القطه هذه، ده اسمه علي اللبدي، ده كان ولي، قال كان شعر عاندي يغطي ركبتيه، دي شعر عاندي ولا غطى صورتي انصار سنه، دي مشاكل بسيطه، دي مشاكل بسيطه انصار سنه، دي مشاكل تشيب الراس، نحن حتى جبنا، ده بدل اديتك حاجه واحده بس، حاجه واحده، اديتك حاجه واحده، وفي هذا الكتاب في عدن اللحيه بغاره برضه، دي مشاكل بسيطه، بغاره احياء حضرت عدونا هنا في جرق النيل. قال لا بغاره بغاره، قال فد قامت على حيله، دي مشاكل بسيطه انصار سنه؟ مشاكل بسيطه؟ دول بيحيي قال بغاره، حدنا اللحيه بغاره يا اخي انت قد حتى لو عندك زلمه كفول في الحراسه بتخاجوا على كيفك؟ يا انصار سنه لو عندك قريبك في كفول في الحراسه في 130 ولا في 160 معارف ها حتعمل له شو؟ حتمشي النيابه وموكل داخل وحامي داخل ومحامي مارق داير في الحراسه، كيف انت تقول لنا الجماعه دين دين ناس نزات؟ وطيب نحن ما نزت؟ نحن ما نزت؟ ها؟ نحن ما نزت؟ ها؟ دين البناد وغير الله دين نازك، نحن شايفنا برا شغله ذات دين تكفيريين ودين بتاع انجرح ونحن بتاع انجرح وبتاع كله كله بيت دين جرح بيت دين ها؟ دين ده اصلا جارح ومجروح ما ها؟ راد ومردود عليه كما قال مالك آه رحم الله تعالى، فالدين ده دين ده الدين كذي، لكن الدين العطي فيهم العطي فيه الدعوة للتوحيد، العطي في الدين الدعوة للتوحيد، الليلة أنصار السنة بدعوا للأخلاق ولبر الوالدين، ودي ما فيها خلاف أصلا، حتى لو جبت أكبر صوفي ذات، جبت البرعي ذات، يا البرعي رأيك شنو؟ رأيك شنو في بر الوالدين؟ حيقول لك ما عنده مشكلة، البرعي ذات لو ربنا طوره. البرع داني ما بقوم اصلا، لكن لو فرضنا جا البرع يجيب صايم ديم الحي ما عنده مشكله، المشاكل اصلا من زمان انصار سنه قايمه بالتوحيد، قايمه بالتوحيد، هو حق الله على العبيد، ده حق الله، كيف؟ يا خلي زول لو شال حقك ساي، شال جدانك ده المحاكم بتدور، ده شال حق الله يا اخي، تيجي تقول ده نحن وانصار سنه قال الصوفية ما برضوا في انصار السنة ولا الاخوان المسلمين ولا انصار السنة برضوا في الاخوان يا اخي حسي ذاته في محرم دي نعرفها كيف دي شكلك كده حس لا مرضى لا برضوا لا مرضى ده شو ده ها ده كلام ده كلام قالوا ده فالدعوة دي هذه الحلقات دائما الكلام حول التوحيد الكلام حول التوحيد لانه الوضوء والصلاة والزكاة ده من الدين صح لكن بتلقى ناد عبد الحي بيقولوا لك الحي زاد بيقول لك تلقى ناد عصام احمد البشير بيتكلموا لك انصار السنه زاد بيتكلموا لك عن الصلاه وبر الوالدين وتبكي اوه صوفيه زاد بكوك صوفيه زاد بكوك نحن هنا بنبكيك بجد بنبكيك عشان تكبر راجل نجيب تبكي نام انت شغل حاجه على ذات لكن بتكون راجل دارين انك تكون راجل تدعو الله براو دعيت ترفع طاقتك فوق ما تديها شنو الشيخ الليله انصار السنه ذاته ما بقول للناس كده ربنا قال فمن يمشي مكبا على وجهي اهدى اما يمشي سويا على صراط مستقيم فختاما يا عبد الله نصيحتي لنفسي ولاخوان المسلمين التوحيد يا جماعه الزول ها حتى لو مشى لله بكل الذنوب كما في الحديث وفي الايه ها وانت مشيت لهم واحد انت في نعمه والله في نعمه كبيره في نعمه في نعمه يا لكن تمشي لله مشرك ماشي وين؟ ماشي وين؟ يقول لك جيناك يا كاب الهمل لا دين لا عمل ماشي وين؟ ارجع راجع ماشي وين؟ قال له جيناك جيناك تمشي تجيب الشرك؟
تجوب شرك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ليه فاطمه بنته؟ يا فاطمه سليني من مالي. الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم التوحيد، تعلم التوحيد بيشفع لك، لكن تجيب الشرك ما بيشفع لك. ولا تنفعهم شفاعه الشافعين، مت على الشرك الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشفع لك، الانبياء ما يشفعوا لك لو مت على الشرك. فالتوحيد ده الشر بخارجك في القبر هناك بتلقى الكلام ده قدام. اول سؤال ما تسمع كلام البروف الترابي ولا مين الهلك ده ولا غيره يقول لك ما في سؤال قبر. والله تعرف حاجه، والله انت حتى ضربك الهوى هنا، والله هناك في ملائكه كما صح في الحديث، وان قال ملائكه، ربنا قال ملائكه غلاظ شداد قويل عندهم مرزبه. مرزبه انت قلبت الحداد ده، مرزبه خالق رب العالمين لدول المجرم. المجرم يا توزات، المجرم ما بتاع حرام القلوب طلب، المجرم هو ابوك الشيخ ده، ده المجرم ذاته. تعرف المجرم ده؟ المجرم اللي عنده مرزبه والله يدق بها حاجه ما انت عارف حاجه. ملائكه غلاظ، المجرم بنادي غير الله، ناد بيقول يا وتحسونا من المدفونه، يا بغره يا بكثير تمره، تكسر رقبتك على رقبته. ما تنادي الله يا اخي. افي الله شك فاطر السماوات والارض، فانا اقدم الشيخ مزدمر من بعدي، جزاكم الله خير.